رمضان عالمي. رمضان عالمي اليوم مع زوز توينسا، زوز شباب اختاروا فرنسا كديستيناسيون باش يخدموا على رواحهم وباش يعدي رمضان زادة بعاد يمكن على العائلة ولا أصحاب. معنا اليوم معز ودالي في المباشر ومباشرة من فرنسا على الجوهرة اف ام. معز صباح النور. صباح النور أمين، أهلا وسهلا، شنحوالك؟ الحمد لله لبيه. الحمد لله، مش نرجع لك يا معز، مش نرجع لك على حاجة. دالي صباح النور. أهلا أمين، أهلا بيك. صباح شنحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. شفت معز قاعد يشطح الغنيه نتاع شاهناز؟ شطحنا مع بعضنا على الاول ومن بعد خليته واحد. اي فوالا، نعاودوها اذا كنت تحب معز الغنيه. زينا اقترحوا علينا غنيه اخرى. شحوالكم، شو عاملين؟ معز احكي لنا، شو الدنيا؟ شو رمضان؟ والله الحمد لله، توا رمضان ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك جماعة الكل. بون رمضان في فرنسا شعيب شوية بس شوقوا فطرنا معناتها مخر 9 متاع الليل، دونك دونك صعيب وبلوس ما مكش بحذا العائلة وكوفر فو وكونفينمون، دونك برشا حاجات اللي تخلي رمضان السنة اللي هو ان بو اكسيبسيونيل معناتها بارابور رمضان قبل. ان بلوس يظهر لي معز براتيكمون نهار كامل في الدار، يعني تيلي ترافاي وبعد هال دونك تحضير للعشاء اذا كان مانيش عارف انت تعشى وحدك والا مع الاصحاب تمشي بحذاهم يجيو بحذاك، كيفاش احكي لنا؟ سي اكزاكتومون، دونك نهار كان بون عندي انا في تيلي ترافاي دوبوي دي موا توا، بريسك من بريسك عندنا عام توا فهمت، وفي رمضان توا ساعات نتعشى وحدي ساعات نمشي بحذا اصحابي، بون خاطر الكوفر فو يبدا 7 تاع الليل دونك نمشي قبل بحذا اصحابي نتعشاو كل مع بعضنا، دونك نعملوا اللمه حضروا برشا حاجات. يا بربي يقعد بيت طيب لهنا بيان سير. نقعد بيت ومغدا صباح اللي يخدم يرجع للدار 7 تاع الصباح باش يمشي يخدم، ولا فما شكون يخدم سيغ سيت دونك يمشي للخدمه ديريكتومون، دونك اون ايسي باش نتلموا الكل خاطر الحقيقه رمضان تبدا وحدك خايبه شويه. تعرف طيب معز؟ نعرف طيب كل شيء يعني. ها ما شاء الله، شنو اكثر حاجه تعرف طيبها؟ نعرف طيب روز، نعرف طيب كسكسي، مقرونة. ودالي قريب لك ولا لا؟ دالي يسكن بحذاك ولا لا؟ أنا في السود وهو في النار. ما شاء الله بعد شوي. وأنت دالي تعرف طيب ولا؟ أنا والله كي تبدا عندك أختك في فرنسا وتفرح بيك ولا تمشي بها تولي تدخل باش تتعلم. دري هذا أن لوكس مش الناس الكل، هذا أن لوكس مش الناس الكل عندهم. بالضبط معز في معز في باريس، أنت وين بالضبط دالي؟ أنا في باريس في السود نتاع السود نتاع باريس. السود نتاع باريس، أوكي، في باريس السود نتاع فرنسا. لا السود نتاع باريس. تري بيان، وأنت كيفاش عامل في الأجواء؟ وحدك ولا مع أختك ولا مع العائلة ولا مع الأصحاب دالي؟ والله وحدي، جينيرالمون وحدي، وليكسيبسيون اللي نمشي بحدا شكون، بحدا أصحابي، بحدا شكون، نمشي لأختي. هذيك أكبر إكسيبسيون ديما نمشي بحداها تاع الصحة، وكاو معناها نحاولوا نعيش بالكوفيد، ماك تعرف سي با لا ميم شوز، مش كيف حاطط. مي أمين كاو دو توسون، واحد كيما يخش البريكة وشربة مع الوالد والوالدة، رمضان ماهوش رمضان. أنتم الحاجة اللي يظهر لي القاسم المشترك بيناتكم، زوز من صفاقس. زوز صفاقس يعني. هاي شنو توحشتوا في جو صفاقس معز؟ في رمضان بالطبيعة. في رمضان صفاقس بون. بيان سير توحشت العائله، توحشت الاصحاب فهمت، عندنا اللمه في القهاوي ديما بعد شقان الفطر نتلموا هيك جوج مترمي وهيك شيشه هيك قهوه هيك كيستي بوندا فهمت، هذيك معناتها الحاجه اللي تتوحشها في الشهر. ودالي مش دالي راني دالي راني امين راني نعرف معناتها عرفته ديرنيغمون، اما احنا كنا جيران بيناتنا 100 متر الدار لاصقه للدار. اما ما كنتوش تعرفوا بعضكم في الدنيا، عرفتوا بعضكم يعني في هالوقيت هذا. عرفتوا توا. تري بيان. دالي شنو توحش في صفاقس؟ وفي جو رمضان في العائله. توحش العائله هذيك والحكايه هذيك الحاجه البرانسيبال، والاصحاب خرجت بعد شقان الفتره توكم ديما. هوني توا بتوت فاسون معناتها بارتو بالكوفيد ما عادش فهمت خرجت. هذيك اللي طمنا شويه حتى معز نقول له هذيك اللي طمنا الناس كل ما يخرجوش الناس كل كيف كيف. سينو كاو معناها الحقيقه الماكله سبيرسيه الماكله التونسيه هذيك اكثر ماكله سبيرسيه توحشتها دالي. مرقب الحوت معناها سي نورمال هذيك حاجه. معز يتبسم إلى بروف الحكايه يظهر لي كيفك. وي. يا باهي. عندك المرايقه السبيرسيه.
وما كان لاكسونس فرسي زيد ان شاء الله ترجعوا وتعديوا رمضان الجاي على شلافي تونس وتتبنوا بطبيعة التصنيف التونسي والصفاقسي وكل. انت دالي يعني يظهر لي تجربه خارج تونس يعني ابار فرنسا، انت قبلها كنت في سويسرا كنت في لاتفيا زيد، فما فرق يعني نتصور في رمضان جو بين فرنسا بين سويسرا بين لاتفيا ولا غربه سي غربه وكهو؟ فرنسا مش غربة، فرنسا يعني فرنسا فرنسا برسم معناها تلقى فيها كل شيء، ماكلة أمور أصحاب كيما قلت لك معناها كل شيء موجود. كي كنت في لاتفيا المغرب بعد 11 متاع الليل دونك مخك يبدا يحكي معاك يقول لك هي صار الوقت راهي 9 راهي 10 هي كليتش تصير ل 11 نص الليل قريب توصل وأنت معناها ما كليتش والشمس تغزر لك دونك دونك اكسبيريونس اكسيبسيونيل وكاو تمشي تعمل عمره في البير بالتيك هذيك تبدل بها الجو وترجع تشوف خاطرك مخر وكاو. سويسرا كيفاش كانت؟ سويسرا سويسرا ابرك سويسرا ما بين فرنسا وبون يظهر لي مع العشره نتفكر المغرب سبع على الاخر وسيرتو كي تتعدى بالبيزاج وانت مروح من الخدمه وراح كي تنسيك في الصيام تنسيك كل شيء دونك سويسرا نسامحوها حتى اذا كان المغرب مخر. تري بيان. اي معز قبل ما نكملوا بطبيعه سريعا ما احلاها هكا البارتاج والجو معاكم سيرتو كيما قال دالي في فرنسا مانيش في غربه يعني براتيكمون برشا توانسه وجو غادي مضمون سوف كو ديما يبقى العائله وكل لما المزيانه هذيك يمكن هي اللي ناقصه. علاش كنت سالم معز؟ والله نحب بنسير نسلم على الفامي نتاعي على بابا وامي واختي والعائلة الكبيرة زادة في صفاقس وفي تونس، ونحب نسلم على أصحابي الموجودين هوني فرنسا وتونس وبنسير نطخ دوزيام فامي اللي هي موجودة في كلوب هاوس جماعة دار بابا نسلم عليهم واحد واحد ومحلاها لمتنا كل جماعة الكل. هاي دالي كرة عندك. بيان سور الوالد والوالدة اللي كنا نتاجفوا كلاسي خواتي ورجالهم اللي كنت قام خواتي كنزة والاصحاب والاحباب الكل وسورتو جماعه سي اش جماعه تونيتي كونكتيونيجنز نبوسكم برشا ويعطيكم الصحه. شهركم زين، جمعه مباركه وخليكم ترجعوا تخدموا على رواحكم واحنا نرجعوا نخدموا على رواحنا زاده. سلام عليكم برشا معز، نسلم عليك دالين، سلم على التوينس الكل في فرنسا، ان شاء الله ملمومين ديما في الخير مع الاصحاب ونحاولوا هكا الواحد باللي يقدر يستحضر جو تونس بطبيعه الحال في رمضان حتى كان بعيد شويه على العائله. شهركم زين معز دالي، يعطيكم الصحه.